ما معنى اسم موسى؟ هو اسم لنبي بعثه الله إلى بني إسرائيل، وهو موسى بن عمران عليه السلام، وهو نبي الله وكليمه أتى ليدعوهم إلى عبادة الله. ولد وتربى في مصر، وكان وزيره أخوه هارون، وذكر اسمه في القرآن الكريم أكثر من مرة. ويأتي أيضا اسم علم مذكر بالعبرية، وتعني المنقط أو المنتشل من شيء، وهذا الاسم فرعوني مركب من موشى وتعني الماء، وشا وتعني الشجر. وأطلق عليه ذلك لأنه وجد عالقا بين الماء والشجر، فأنقذه الله على يد رجال فرعون، وأول من سمي به هو سيدنا موسى. وتأتي موسى تأتي بمعنى إله فولاذية حادة يحلق به، آلة فولاذية حادة يحلق بها الشعر وتقال موس، وجمعها مواس وموسى. وإذا قيل وكزة موسى تعني ضربة في صدره بجمع كفة. وأتت شجرة موسى أي علق الكلب، موسى أي محلوق الرأس.